مماتي من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا بعنوان التوبة النصوح، والحديث عن التوبة حديث طويل جدا، ولكننا سنتحدث عن جوانب من هذا الحديث فيما يتعلق بالتوبة، وبالأخص سنتحدث عن تلك الشواغل والملهيات التي تصرف العبد عن أن يتوب. لكن بين يدي هذا الموضوع أذكر بعض المسائل. المسألة الأولى، التوبة فضل ومنة من الله تبارك وتعالى. إذا وجدت الإنسان قد تحركت في نفسه رغبة التوبة والإنابة والعودة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا من نعمة الله تبارك وتعالى وفضله على هذا الإنسان. فالتوبة نعمة، حينما يتوب الإنسان من ذنب التوبة نعمة، والمنعم بها الله سبحانه وتعالى، المتفضل بها الله سبحانه وتعالى. جاء ذلك بينا واضحا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولعلكم ستلاحظون أن أغلب هذه الأدلة التي سنتحدث عنها اليوم نجدها في كتاب الله تبارك وتعالى في صورة مكثفة جدا. الحديث قضية الحديث عن التوبة، اسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى وتدبروا أخواني أخواتي بقلوبكم. قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يقبل التوبة وهو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرغب عباده في التوبة ويبين لهم أنه هو سبحانه التواب الرحيم. على قدر ما عند العبد من الذنوب والمعاصي فباب التوبة مفتوح كما سيأتي بعد قليل. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولاحظوا تتكرر هذه آية أخرى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فأين من يقول ربي تبت إليك؟ أين من يقول اللهم إني تبت إليك من ذنبي كذا وذنبي كذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول، وتدبروا هذه الآية، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، نعم، أي يسر لهم ووفقهم لأسباب التوبة، وهذا من فضل الله ونعمة الله تبارك وتعالى. تاب عليهم ليتوبوا، قدم سبحانه وتعالى توبته عليهم ليتوبوا، فيسر لهم الأسباب. قد يكون الأسباب بلاء نزل بهذا الإنسان كان من ثمرة هذا البلاء أنه تاب، قد يكون
أمر جلل حدث لهذا الإنسان، أثر فيه، وكان من ثمرة هذا الأمر الجلل أنه يتوب من ذنبه وخطيئته. كلمة ربما سمع بها أو تغريدة قرأها. وأنا أذكر أنني قرأت أكثر من مرة من رجل ومن امرأة يقول سبب توبتي تغريدة قرأتها، فيسر الله سبحانه وتعالى له أن يقرأ هذه التغريدة فتاب، تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم يسر لهم أسباب التوبة، لأنه هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. أما الآية التي في سورة النساء فاسمعها بقلبك وافتح لها أبواب قلبك، آية عظيمة. يقول سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يحول بيننا وبين التوبة؟ من يقف بينك وبين أن تتوب؟ أيا كان هذا الذنب، أتذكرون الذي قتل 100 نفس؟ 100 نفس يتسلط عليها بالقتل، ثم لما سأل قال له العالم الراشد المسدد، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يكفي أن تقرأ هذه الآية في سورة النساء، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بعض الناس يقول يا أخي هي خربانة، كم سأتوب، ذنوبي كثيرة ومعاصي كثيرة وسيئاتي كثيرة. الله تبارك وتعالى أكثر، فقد تقدم أنت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا غنى لأحد عن التوبة. ما فينا أحد يقول أنا ما أحتاج أني أتوب لأن ما عندي معاصي. لا، هذه من أشد الكذبات. هذه معصية تحتاج إلى توبة. الذي يقول أنا ما أذنب، أنا ما عندي سيئات، هذا يحتاج أن يتوب، لأن هذا وقع في الذنب. ما منا من أحد إلا وله ذنب كما سيأتي بعد قليل. الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه دعوة لجميع المؤمنين وأمر من الله تبارك وتعالى لجميع المؤمنين، توبوا إلى الله. يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كل بني آدم خطاء، كل آدمي خطاء. اللي يقول أنا ما أخطأ هذا ليس من بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. لكم أن تتصوروا إخواني أخواتي، مؤمن، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. نعم، يقول قال كيف مؤمن وله ذنب؟ نعم، المؤمن قد تكون عنده ذنوب، وقد تكون هذه الذنوب ذنوب صغيرة، قد تكون كبيرة حتى يتوب منها. يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر.
بقيت نقطة ثالثة في هذه المقدمة بين يدي هذا الموضوع أتحدث عنها بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن التوبة النصوح، وحديثنا اليوم سيكون في هذه المقدمات، ونحن في حاجة إلى هذه المقدمات لنؤسس عليها ما نريد أن نقوله مستقبلا. النقطة الثالثة في هذه المقدمة، باب التوبة مفتوح، مفتوح لمن أراد أن يتوب مباشرة بعد الذنب، مفتوح لمن أراد أن يتوب بعد مضي وقت طويل على الذنب. باب التوبة مفتوح في الليل ومفتوح في النهار، فقط ما عليك إلا أن تلج من هذا الباب، وهذا الباب مفتوح، لكن إلى متى؟ لنسأل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. سعة هذا الباب من المشرق إلى المغرب، ما بين مصراعيه ما بين حديه، من هذه الجهة إلى هذه الجهة، ما بين كما بين المشرق والمغرب، ولا يغلق حتى تبدأ الساعة بالقيام حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث العظيم الذي قال فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه الإمام مسلم. إذن النقطة الثالثة، لا تتصور أن هناك أحد سيقف بينك وبين التوبة. باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى لن يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس بمغربها، يعني حتى قيام الساعة. والله يحب توبتك ويرغبك فيها، فما على الإنسان إلا أن يلج. لكن إذا تساءلنا معاشر الكرام الأخوات الكريمات، إذا تساءلنا لماذا يتأخر أو نتأخر في التوبة، لماذا لا يزال بعضنا مصر على بعض الذنوب، في ذنوب وكثيرة، سأل الله أن يعفو عنا جميعا، سأل الله أن يعفو عنا جميعا، لماذا يتأخر الإنسان؟ ما هي الشواغل والملهيات التي تلهي الإنسان عن التوبة؟ الشواغل كثيرة، وسأبدأ بذكر بعضها وسأفصل في هذا في هذه الأسباب. أول هذه الشواغل التعلق بالدنيا ومحبتها، محبة تشغل عن الآخرة. التعلق بالدنيا ومحبتها محبة تشغل عن الآخرة، وقد ذكرت هذا القيد كونها تشغل عن الآخرة حتى لا يأتي الإنسان أو يأتينا معترض ويقول: حب الدنيا، حب الدنيا أمر فطري وغريزي في الإنسان. أقول نعم، محبة الدنيا وحب الدنيا شيء فطري في الإنسان. الإنسان يحب أولاده، هذه من الدنيا، يحب المال، هذه من الدنيا، يحب الغنى والسعة والجاه، هذه من الدنيا. لكن الإشكال إذا أحب هذه الأشياء محبة
تشغله عن الآخرة، تشغله عن الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. هذا الإشكال. وإلا لا يتصور الإنسان أو لا يتصور أحد الآن يتابع هذه الحلقة أنني أدعو من خلال بيان هذه النقطة أن الناس لابد أن يكونوا فقراء. لا أبدا، ما يقول هذا الإنسان عاقل، بل أدعو من خلال هذا المنبر أنك تغير من وضعك إلى الأحسن، تغير من وضعك الوظيفي إلى الأحسن، تغير من وضعك العلمي إلى الأحسن، تطور من ذاتك. ليس هناك أي حرج أن تنتقل من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى، والإسلام يشجع على ذلك، ونصوص الشرع تشجع على ذلك. إنك إن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يسألون الناس. لكن لا يكون هذا السعي وهذا الجهد سعيا يشغل عن الآخرة. إذا أشغلك عن الآخرة أخر التوبة، فكان هذا سبب رئيس لإلهاء العبد عن التوبة. أخواني أخواتي، العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام بشر أعداد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، بشرهم بالجنة، قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة. عدد من العشرة المبشرين بالجنة كانوا من أثرياء الصحابة، كانوا من أغنياء الصحابة. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء كانوا أغنياء، كانوا أثرياء. لما تذكر كم كانت ثرواتهم كما ذكرها ابن حجر وغيره، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الغنى ونهاهم عن الثراء. الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه جاء من مكة ما عنده شيء، فقير. لما عرض عليه أحد الأنصار أن يقاسمه ماله وأهله، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، وقال كلمته الشهيرة، قال دلوني على السوق، ولا عنده شيء، قال دلوني على السوق. فدخل السوق فتاجر فأثرى. فلا نفهم حينما أقول أن الاشتغال بالدنيا ومحبتها والتعلق بها وتضيع الآخرة يصرف عن التوبة، لا نعني أننا ننصرف عن الدنيا، لا، لنعمر الدنيا ونرفع من ذواتنا وكفاءاتنا، ولكن لا تكون ذلك على حساب الدين. وسأدلل على ذلك بعد قليل ببعض النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانعين، ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد. كنت أتحدث قبل الفاصل عن السبب الأول والشاغل الأول الذي يصرف العبد عن التوبة ويحول بينه وبين التوبة، وهو الاشتغال بالدنيا والتعلق بالدنيا، تعلق يصرفه عن الآخرة ويشغله عن الآخرة. وذكرت ماذا أريد من في بيان هذه النقطة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحديث عن بيوته، عن المساجد، وتحدث عن عمار المساجد وصفهم بهذا الوصف، فماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال رجال، قال عن عمار المساجد، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
نعم كانت التجارة عندهم، وكانوا قد دخلوا في البيع والشراء، لكنها لم تدخل هذه التجارة وذلك البيع والشراء في قلوبهم، لم تصرفهم عن الصلاة، عن إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، لم تصرفهم عن خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه. لذا يذكر سفيان بن سعيد رحمه الله تعالى أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: حب الدنيا أصل كل خطيئة. حب الدنيا أصل كل خطيئة، يعني تتفرع منه جميع الخطايا. إذا قال الإنسان كيف حب الدنيا أصل كل خطيئة، أقول اسمع: من أحبها كان حبه لها يقتضي أن يعظمها، ومن عظمها عظم شيئا في أصله محتقر. الدنيا في أصلها محتقر، يكفي من اسمها أنها دنيا. طبعا سيخرج إنسان ويقول: أنتم تقولون الدنيا محتقرة والدنيا لابد أن وتبيعون وتشترون وتسكنون وتركبون السيارات الفارهة وتلبسون الثياب المنعمة. لا، نحن نتحدث الآن عن ذاك الذي عظم الدنيا أعظم من الآخرة، عظمها في قلبه، يبكي في تحصيلها ويبكي على فواتها ويقاتل في سبيلها ويخاصم من أجلها ويهجر أمه أبوه أخوانه من أجل الدنيا، يقاتل من أجل الدنيا، عظمها وهي محتقرة. الأصل فيها أنها دنيا دنيئة، دنيا من قربها، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن الذي يعظمها بحيث يقول الدنيا خير وأبقى، يقول عن الدنيا خير وأبقى، هذا الإشكال الذي نتحدث عنه. وإلا الإسلام لم يمنع من أن تلبس الحسن وأن تسكن في المسكن الواسع وأن تتلذذ بما أعطاك الله تبارك وتعالى من نعمة، والتحدث أيضا بنعمة الله تبارك وتعالى في غير كبر وغرور. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى السوق، فوجد في جنبات السوق أجلكم الله جدي صغار الضان، صغير الضان، جدي ميت منتفخ، ارتفعت أقدامه وشكله يعني. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى هذا الجدي الميت وأسك مقطوع الأذنين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أيكم، يقول للصحابة، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا الصغير الضان ميت ومقطوع الأذنين، من يشتريه بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. يعني هذا يقولون بلاش، ما حد يأخذه أصلا، خروف ميت منتفخ منتن. قال عليه الصلاة والسلام: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك. قالوا: لو كان حي هذا أصلا يعاب عليه أنه مقطوع الأذن. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله، هذا الشاهد الآن، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. الدنيا
بجبالها وأزهارها وأنهارها، بأرضها وسمائها، بذهبها ومجوهراتها وكل ما فيها. الدنيا أهون على الله من هذه عليكم. كيف أنتم تنظرون إلى هذا الحيوان الميت؟ كيف هو هين في نفوسكم؟ الدنيا أهون عند الله تبارك وتعالى من هذا. حتى لا تتعلق النفوس بها. إذا تعلقت النفس بهذه الدنيا صرفتها عن التوبة والإنابة. الإنسان اللي ما يصلي متعلق بالدنيا أو ما يزكي متعلق بالدنيا أو واقع في الحرام، يشرب الخمر، يلعب القمار، يتعاطى المخدرات، كلها معاصي لأنه تعلق بالدنيا. أحدهم قيل له: يا فلان، إلى متى وأنت على هذه الذنوب؟ لا تصلي، تشرب الخمر، واقع في الفواحش، إلى متى ستقع في هذه الذنوب؟ إلى متى؟ ما تشوف فلان صاحبنا مات، ما تشوف فلان صاحبنا كان في أثناء الدراسة، ما تشوف كيف طريح الفراش، ما تشوف فلان ماذا حصل له؟ فكان يتردد. قيل له: على أقل تقدير تعال معنا صلاة الجمعة، اسمع الخطيب، لعل الله تبارك وتعالى يجعل في كلامه فاتحة خير في قلبك، يمكن تسمع منه كلمة، نصيحة، موعظة، يتلو آية تؤثر فيك، يقرأ حديث يؤثر فيك. أتدرون ماذا قال؟ قال: أخشى أني أذهب معكم إلى المسجد فأسمع شيئا فأتوب، أخشى أني أتوب. قالوا: كيف تخشى أنك تتوب؟ قال: لأني صراحة ما شبعت من الدنيا. هذا هو التعلق بالدنيا الذي أعنيه. يقول: ما شبعت من الدنيا، يقصد ما شبع من الحرام الذي في الدنيا. الحرام الذي في الدنيا قليل، وبإمكان الإنسان أن يمتع نفسه بالدنيا في الحلال الذي هو الكثير. حلال الدنيا أكثر. لو تأملتم إخواني أخواتي ستجدون أن الحلال في الدنيا كثير جدا. ما منعنا الله تبارك، كم هي المشروبات في الدنيا الحلال؟ كم هي المشروبات في الدنيا؟ أنواع من المشروبات، أنواع. المحرم هو الخمر، وبقية المشروبات كلها حلال، لكن هذا الإنسان تعلق قلبه بالحرام، تعلق قلبه بهذا الجانب فيقول: أخاف أتوب. الحديث يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن الأخوة يقولون انتهى وقت البرنامج، لكنني سأتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة عن هذه المسألة، وهي مسألة الشواغل والصوارف التي تصرف العبد عن التوبة إلى الله. إلى ذلك الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، إلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفيض الحسنات جئنا
قطف زهر نور يا